مكان حدوث الانقسام الاختزالي في جسم الكائن الحي. طبعا لو الانقسام اللي هو الميوزي بيحدث في الخلايا الجسدية بتاعته، يعني مثلا زي في مكانها في الشعر، الجلد، الكبد. أما الانقسام الاختزالي اللي هو موضوعنا النهاردة ده بيحدث في المناسل. المناسل مقصود بيها اللي هو الخصية لو كان الجنس ذكر، أو المبيض لو كان الجنس أنثى. الانقسام الاختزالي عشان يحصل بهدف انتاج، يوصل في الاخر لانتاج خلايا تناسلية، عشان يحدث بيحدث خلال مرحلتين من الانقسام متتاليتين. مرحلة تسمى انقسام اختزالي اول، ده رقم واحد. وهذا الانقسام الاختزالي الاول بيتم في خلال اربع اطوار متتالية، اربع اطوار يسبقهم مرحلة تمهيدية. والمرحلة التمهيدية دي مهمة جدا عشان بتجهز الخلية للدخول في الانقسام الاختزالي الأول. طبعا خلال الانقسام الاختزالي الأول برضو معلومة نعرفها، إن الخلية الأم اللي هي الأصل بتكون ثنائية عدد الكروموسوم في نهاية هذا الانقسام الاختزالي الأول اللي هو بيشمل أربع مراحل. الخلية بتتحول، الخلية الواحدة بتتحول إلى خليتين بهما، أو كل خلية منهم بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأصلية. يعني الخلية الأم بتدخل الانقسام ثنائية عدد الكروموسوم 2N، تخرج خليتين 1N. برضو معلومة مهمة جدا في الانقسام الاختزالي الأول اللي هي المرحلة الأولى من الانقسام الميوزي، إنه بيتم عملية مهمة جدا لم تحدث في الانقسام الميتوزي، وهي ان بيحصل تشابك، في تشابك الكروموسومات بتكون موجوده عندنا بالشكل ده، بتتشابك مع بعضها ويحدث تبادل للماده الوراثيه. جزء من الكروموسوم بيتقطع من احد الكروموسومات ويلتصق ويتم تبادل اجزاء الكروموسومات، وتسمى هذه العمليه عمليه العبور. طبعا دي عمليه مهمه جدا عشان بتفيد جدا في التنوع البيولوجي، عشان كده احنا ما بنطلعش نسخ كاملة أو متطابقة من أبائنا عشان عملية العبور دي. تمام؟ بعد كده، بعد ما الخلية الأم بتنتج خليتين بهم نصف عدد الكروموسومات، الخليتين ناتجتين من الانقسام الاختزالي الأول بيدخلهم في الانقسام الاختزالي الثاني. يعني عندي خلية أم اللي هي 2N بتدينا في الانقسام الاختزالي الأول خليتين 1N، نصف عدد الكروموسومات. ده في الانقسام الاختزالي الاول. لما تدخل في الانقسام الاختزالي الثاني، كل خليه منهم بتعطي خليتين بالشكل ده بهم نصف عدد الكروموسومات بالشكل ده. ده الانقسام الاختزالي الاول، وده الانقسام الاختزالي الثاني. ملحوظه مهمه جدا، ان الانقسام الاختزالي الاول الخليه فيه دخلت 1N خرجت 1N، يعني ناس حافظنا على نفس عدد الكروموسومات. الانقسام الاختزالي الثاني يشبه تماما في مراحله الانقسام الميتوزي او الغير مباشر، لان الخليه دخلت بدون ان يحدث انتقاص لعدد الكروموسومات بتاعتها. 1N خرجت، دخلت 1N خرجت 1N. على فكره السبب في تسميه الانقسام الميوزي بانه نسميه انقسام اختزالي، ان الخليه دخلت، خليه واحده دخلت وهي ثنائيه عدد الكروموسومات 2N، اعطت اربع خلايا بالشكل ده بيكونوا نصف عدد الكروموسومات 1N. يبقى قدامنا دي الخليه الام موجوده كده، بتخش في مرحله اللي هو بيسموه التور او المرحله البينيه. دي طبعا دي مرحله مهمه جدا، بيتم فيها مضاعفه الحمض النووي، مضاعفه الصبغيات البروتينات، ومضاعفه العضيات. يبقى ثلاث حاجات عندنا بيتضاعفهم، الدي ان ايه والبروتينز والعضيات، استعدادا للدخول في الانقسام. واثناء الانقسام بيحدث عندنا ده الانقسام اللي هو الاول، وده الانقسام الثاني. اختزالي اول واختزالي ثاني. الاختزال الاول خليه بتعطي خليتين داخله هي 2N تخرج 1N. بعد كده الخليه الناتجه من الانقسام الاختزالي الاول بتدخل الانقسام الاختزالي الثاني عشان تعطي كل واحده خليتين بتكون بها نصف عدد الكروموسومات
موجودة بالمنظر ده. يبقى إذا عندي خلية واحدة دخلت الانقسام الاختزاء الميوزي وأعطت أربع خلايا بهم نصف عدد الكروموسومات، دخلة 2N خرجت 1N. يبقى احنا كده شفنا المراحل بتاعة الانقسام الميوزي.